بص بقى يا علاء بقى، ابص فين، ما تستعبطش يا ولد، في حاجات احنا لازم نتفق عليها قبل ما تروح تكلم بابا في جواز وغير حاجات. ايه؟ الطبيخ مثلا، انا مش ملزمه لا اطبخ ولا اكنس ولا اروق ولا حاجه خالص، عشان يكون في علمك وما تشتغليش بعد كده في الازرق. ماشي يا ستي، يبقى نقسم شغل البيت على بعض، مفيش مشكله. ايوه يعني ما تبقاش قاعد كده مفخدني وتقولي قومي اعملي كوبايه شاي وهاتيلي مش عارف ايه وهاتيلي ايه من التلاجه. حاضر، هعمل لك انا الشاي واجيب لك اللي انت مش عارفاه ده ايه من التلاجه. حاضر. انت بتاخدني على قد عقلي ولا ايه يا ولا؟ لا والله ابدا، الحياه مشاركه يا حبيبتي. بحسب المشكله بس يا حبيبتي ان انا هبقى طول النهار في الشغل، يعني راجع هلكان، ما فيهاش مشكله يعني لما انت تشيلي شغل البيت شويه اكتر مني يعني. نعم ليه ان شاء الله، عشان انت اللي قاعده في البيت وانا اللي بنزل الشغل، امال هناكل منين؟ ومين اللي قالك ان شاء الله ان انا مش هشتغل؟ ما انت مش ملزمه تشتغلي يا ماما، وانت مش ملزم تقولي انا ملزمه بايه ومش ملزمه بايه. وبعدين بقى، وكمان انا مش ملزمه لا احمل ولا ردع ولا الكلام الفاضي ده خالص. ايه زي ما سمعت كده، انت عايز جسمي يبوظ يعني؟ انت مش عايزه عيال؟ انا قلت كده ولا ايه؟ عايزه عيال طبعا، بس انا مش ملزمه اولد. ايه؟ امال انا اللي هولد بدالك ولا ايه؟ انا مش فاهم والله، ما اعرفش. امال العيل ده هنطلبه من النت يعني، ولا هنعمل له ايه، ولا ايه ده؟ ماليش فيه، انت تتصرف. انت مجنونه يا بنت ولا ايه؟ شاربه ايه على الصبح؟ مالكش دعوه. الله، وانت اللي هترضع، وطبيعي ولا صناعي؟ ان شاء الله. والله دي مشكلتك مش مشكلتي، انا مش ملزمه اقول لك حلول. لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت ما سمعتش عن توماس الامريكاني اللي حامل وولد بدل مراته؟ يا نهار اسود، انت اتجننتي. اخرس يا ولا ولم نفسك. لا بقى انت اتجننتي. وبقول لك ايه، انا مش ملزمه كمان ان انا اخرسي كلمه كمان وهديكي بالجزمه على دماغك. لا انا مش ملزمه ان انا استحمل عصبيتك دي كل شويه، يعني انت تعصبيني ولما انفعل تقولي انا مش ملزمه. وبقول لك ايه، لو علت صوتك عليا بعد الجواز هاخد شنطه هدوم واروح اقعد عند ابويا. وانا اقعد بالعيل اللي انا ولدته ده رضعه، صح؟ بالظبط كده، وهتبقى ملزم ان انت تيجي تاخدني من بيت اهلي وتصالحني. وشوف بقى ساعتها ابويا هيعمل معاك ايه. انت هتقولي لي؟ ما انا عارف هيعمل معايا ايه. اللي في معلومك، حتى لو انت جيت وخدت النصيب من ابويا، انا مش ملزمه برضو ان انا ارجع معاك البيت. ارحمني يا رب. عشان تبقى عارف يعني، انا بقول لك كل حاجه اهو. يا حبيبي، بنات الناس مش لعبه، مش تزعق فيا وتعلي صوتك وعايز نرضى بالسهل. لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. وفي ايه بالظبط الليله دي؟ في ايه؟ ايه النكد ده؟ هرمونات دي ولا ايه؟ انا مش ملزمه اقول لك. طيب ممكن اعرف انت ملزمه بايه بالظبط في ام الجوازه دي؟ لا انا مش ملزمه اقول لك حاجه. وبعدين يعني انت دلوقتي اللي بتلزميني بكل حاجه، صح؟ لا انا مش بلزمك بحاجه اصلا، انا مش ملزمه الزمك بحاجه اصلا، انت عارف كل حاجه. انت المفروض ان انت عارف التزاماتك لوحدك وتلزم نفسك بيها. لا دي جوازه ملهاش اي 30 لازمه بقى. بتقول حاجه ولا حاجه، الوقت اتاخر، يلا بقى عشان اروحك. طب اطلب لي اوبر. نعم يا اختي. ايه عايزه شلق في اتوبيس ولا اركب الرابع ورا في ميكروباص؟ في ايه، ما انا كل مره بوصلك بالترمان. لا انت ملزم تروحني بالشكل اللي يريحني. حاضر، اتفضلي قومي يا ماما لحد ما اطلب. لا ما انا مش ملزمه اقوم غير لما العربيه تيجي. الا وي، اوف، بنت ملهاش اي 30 لازمه اساسا، واحده تقول لي ملزمه ومش ملزمه، ونيله كان يوم اسود يوم ما حبيتها. بتبرطم بتقول ايه يا ولا؟ ما بقولش حاجه. اتفضلي يا ماما، فاضل دقيقه ويوصل. ماشي. يا لهوي البنطلون اتقطع. اتقطع من ايه؟ انا مش ملزمه اقول لك. هات الجاكيت يا ولا. لا جاكيت لا، انا المره اللي فاتت جالي برد بسببك. هات الجاكيت يا متخلف، بقول لك البنطلون اتقطع. لا جاكيت تاني لا. هات الجاكيت يا علاء لو سمحت. ما تحاوليش يا ماما. هات الجاكيت يا علاء، ما تعصبنيش، انا مش ملزم اديكي جاكيت يا ماما. يا واطي، هات الجاكيت يا ولا احسن ما صوت والم عليكي الناس. صوتي يا ماما براحتك، صوتي، العربيه جت اهي، صوتي بقى براحتك بقى، بلا علاء بلا بتاع. علاء سايبني ورايح فين يا علاء؟ انا مش ملزم اقول لك. علاء استني يا علاء، ما تسيبنيش لوحدي. العربيه جت يا ماما، خلي بالك انت بقى من نفسك. يا علاء يا علاء، ما تسيبنيش لوحدي يا علاء. السلامه يا ماما. تعالى سايبني ورايح فين يا علاء؟ همشي ازاي في الشارع كده؟ طيب الله يخرب بيتك يا علاء.